الله السلام عليكم. طبعا جواد عريمش مواطن عراقي ومواطن ميساني يسكن في محافظة ميسان أو مسقط رأسي الشبانة السنية سابقا يسمونها، وبعدين يعني لبنا مثل ما نقول الدولاب الهوى وجينا سكننا بحي الرحمة، اعطونا قطعة أرض للمتجاوزين وجيت قعدت بيها من سنة 2012 ولحد الآن احنا سنة 2024 ماكو خدمات. فأنا بديت خطوات أراجع الجهات المعنية، شفتها ما تاكل، فسويت أنا عندي سماعة بسيطة صغيرة وطلعت أمام مديرية البلدية أخاطب، كان خالد عويطر وكان قبله علي كاظم وكان إنه بعدين بالأخير بالحلقة الأخيرة وقفنا على نورس، يقول لي أنتم عندكم مخالفة قانونية، ادخل على الصفحة وشوفها أكو مقطع أنا وعائلتي. طلعنا أنا وعائلتي قعدنا باب المحافظة، أنا هنا أنا طلعت أصيح وأحكي الناس أقول لهم طلعوا وياي، العالم هسه تقول لي ليش ما تطلع وياك، أنا أقول لك ليش ما تطلع وياي. هاي المنطقة حي الرحمة منطقة فقيرة، منطقة منكوبة، منطقة يسكنها العوائل المتعففة، فمن يطلع وياي يتظاهر إذا يريد يحصر نفسه يطلع يتظاهر وياي يوم واحد، يقول لي أنا ثاني يوم ما أقدر أعيش، طلعت بوحدي تبنيت. العلم شنو علاقته بموضوع هذا؟ العلم يمثل العراق، هو العلم يمثل من؟ يمثل أكو قائد يمثله، فأنا هذا رافع شعار القائد، القائد مالي أنا اللي أنا مقتدي به، فمن أطلع أمثل من؟ أمثل الفقراء والمساكين، وأطلع داعم بخدمات. أنا ما طالع مثلا أسقط بحكومة، قلت لهم عمي جيبوا لنا خدمات، هسه من جابوا لنا المدرسة شكرنا وزير التربية، وأنت إجيت هسه أنا شكرتك وقلب ارتاح، وأكو بعض القنوات أنا خابرتهم وأدري بهم ما يجون، بس قلت خلنا ألقى عليهم الحجة باكر أنا أعاتبه ألا يصير وطني براسي، أقول له هاي الحكومة اللي إجت أنت تمثلها ما تقدر تحكي عليها. قبل لا، قبل كانوا يجوني ويردوني احكي. ليش تبكي؟ مشان تحل الحرب اللي ما نخرج. اريد خدمات. منطقة حي الرحمة الثانية منكوبة. وين الحكومة؟